بعد استيلاء الدب الروسي على أوكرانيا، هل يلتهم التنين الصيني تايوان؟ وهل تدخل اليابان في حرب ضد الصين؟ يترقب العالم ما سوف تفعله الولايات المتحدة ومعها الناتو لأوكرانيا التي وجدت نفسها وحيدة في مواجهة الدب الروسي. فعلى الرغم من أن واشنطن والناتو ودولا غربية وعدوا بمساندة أوكرانيا قبل الحرب، إلا أنه بعد اندلاع الحرب لم تجد كييف من يقف بجوارها. الرئيس الأمريكي جو بايدن اكتفى بفرض عقوبات مالية وفنية على روسيا، لكنه قال صراحة أن الجيش الأمريكي لن يحارب الجيش الروسي تحت أي ظروف. أخطر ما في المشهد الدولي الحالي هو أنه عدم قدرة أمريكا والناتو على حماية أوكرانيا من الدب الروسي سوف يفتح شهية التنين الصيني لالتهام تايوان. حجج الصين القانونية تجاه تايوان أقوى من حجج روسيا تجاه أوكرانيا، وليس هناك ما يمنع من أن يشجع عجز واشنطن عن حماية الحليف الأوكراني بكين من أن تجتاح تايوان مستفيدة من خبرة التجربة الأوكرانية. وفي وقت سابق حذر تقرير للكونغرس الأمريكي من أن الصين وضعت بالفعل خطة لحصار بحري وجوي لجزيرة تايوان في حالة اتخاذ القرار باجتياحها. وقال التقرير أن قادة جيش التحرير الشعبي الصيني يعتقدون أنه سيتلقون في المستقبل أوامر من قادة الحزب الشيوعي الصيني باجتياح تايوان وإعادة الجزيرة للسيادة الصينية، وفي حال صدور هذه الأوامر سوف يحتل الأسطول الصيني كافة الجزر الموجودة في بحر جنوب الصين الذي يشمل المنطقة من سنغافورة ومضيق ملقا إلى مضيق تايوان، ويضم جزرا تتبع اليابان. في هذه الحالة سوف تجد اليابان نفسها مضطرة للدخول في مواجهة مع الصين سواء برغبتها أو بإعاز من الولايات المتحدة. التي سوف ترغب في التأكيد من تجنب الحرب مع التنين الأصفر. وتاريخيا فهناك صراع قديم بين الصين وبين اليابان حول السيادة على بحر الصين الجنوبي، وترفض اليابان الاعتراف بالتسمية الحالية وغيرت اسمه في وثائقها الرسمية لمسمى بحر الفلبين الغربي. وفي هذه الحالة قد تتخلى اليابان عن القيد الدستوري الذي يمنعها من الحرب وتضطر لمواجهة مع الصين، سوف تغير من شكل العالم وتعصف بأسواقه في نفس الوقت. لكن ماذا تمتلك اليابان من عتاد عسكري يمكن أن تواجه به الصين وتصمد أمام التنين الصيني؟ بحسب الفقرة التاسعة من دستور اليابان فإن تسليحها ممنوع نظريا، لكن عمليا فإن اليابان طبقا لتقييم أخير لمجلة ناشونال انترست هي القوة العسكرية الخامسة في العالم. جاء ذلك بعد أن بلغت ميزانية دفاع الجيش الياباني 51.7 مليار دولار، وفقا للأرقام التي تم الكشف عنها وفقا لميزانية التسليح الياباني المعلن عنها في عام 2021 ميلادية. وصنفت مجلة ناشونال انترست أن الجيش الياباني ذو تسليحات جوية وبحرية موفقة بشكل كبير وجيدة التسليح في المرتبة الخامسة بعد جيوش الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند. ووفقا لتقرير مجلة ناشونال انترست فإن جيش اليابان تخطى في الترتيب جيش فرنسا وبريطانيا منذ عام 2020 ميلادية، ويصل عدد الجنود 319,000 جندي تحت السلاح و1.1 مليون جندي في قوات الاحتياط. القوات الجوية اليابانية تمتلك 1480 طائرة حربية بينها مئات المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية وطائرات النقل العسكري والتزويد بالوقود بعيد المدى. وتشمل القوات البرية اليابانية حول 1000 دبابة و5500 مدرع و214 مدفعا ذاتي الحركة و480 مدفعا ميدانيا وعدد غير محدود من راجمات الصواريخ.
لكن القوى الضاربة لليابان تتمثل في أسطولها البحري، ويضم 155 قطعة بحرية، بينها 4 حاملات للطائرات و42 مدمرة و20 غواصة تعمل عدد منها بالطاقة النووية. وفي أي محاولة من جانب الصين لاجتياح تايوان، سوف يجد اليابانيون أنفسهم محاصرين بقطع الأسطول الصيني، وسوف يضطرون للحرب إن لم يكن دفاعا عن الجزر اليابانية، فسيكون القتال من أجل عدم الوقوع في الأسر.